لما الرئيس المصري الأسبق أنور السادات أخذ قرار حرب أكتوبر 1973 كان عامل حسابه على كل حاجة إلا حاجة واحدة بس ما كانش متوقعها. الحاجة دي كانت على وشك إن هي توقف الحرب كلها وتلغي القرار بتاعها لولا عالم شاب مصري أنقذ الحرب دي من الفشل. معلومات كتير من الناس ما يعرفوهاش، وخلال الحلقة دي هنكشف الستار عن جزء منها. بس قبلها شير ولايك للفيديو ده وكومنتك الجميل أسفل الفيديو. تعالوا بينا حضراتكم نعرف إزاي شاب مصري صغير في مقتبل العمر أنقذ أنور السادات وأنقذ حرب أكتوبر من الفشل. الرئيس المصري الأسبق أنور السادات كان عارف كويس قوي إن القرار اللي أخده يوم 8 يوليو 1972 بطرد الخبراء الروس من مصر هيعمل رد فعل كبير جدا، ورغم ذلك أخد القرار وطردهم لأن هم وصلوا في مصر لمرحلة إن هم أصبحوا بيسببوا قلق على المستوى الأمن الداخلي في مصر. وبمجرد ما أخد القرار الجماعة الروس انقلبوا من الضد للضد، وامتنعت روسيا عن إمداد مصر بقطع غيار الأسلحة. ده ما كانش مهم بالنسبة لأنور السادات بالمرة لأن هو هيقدر يجيب البدايل، بس اللي ما كانش متوقعه بالمرة هو الكارثة اللي حصلت بعدها بسبب القرار ده، واللي كان ممكن تتسبب في إلغاء قرار حرب أكتوبر نهائيا. قادة قوات الدفاع الجوي بلغوا أنور السادات إن في كارثة لو ما تمش حلها يبقى مش هينفع مصر تعلن الحرب ضد إسرائيل. القادة قالوا للسادات إن ما فيش وقود لصواريخ الدفاع الجوي. كانت صدمة للسادات وكارثة كبيرة جدا، وممكن تتسبب زي ما قلنا في مقدمة الحلقة في وقف قرار الحرب نهائيا، لأن صواريخ الدفاع الجوي واقع عليها الجزء الكبير في حماية مصر من الطيران الإسرائيلي خلال المعركة. الوقود بتاع الصواريخ خلص، واللي موجود منه انتهت صلاحيته، يعني وجوده زي عدمه. مصر تواصلت مع الاتحاد السوفيتي عشان يورد الوقود المطلوب. السوفيت ردوا بكل وقاحة وقلة أدب: احنا ما عندناش ليكم أي وقود، وطبعا الوقود بتاع الصواريخ ديت مش موجود إلا عند الروس لأنها صناعتهم وبتستخدم نوع معين من الوقود. يعني في كل الأحوال مصر مصر. مصر بعتت مرة تانية وتالتة للاتحاد السوفيتي، والرد هو هو: ما عندناش أي وقود. كان الموقف فعلا خطير وبينذر بعواقب شديدة، وحرب أكتوبر معرضة للإلغاء تماما، والسادات شخص ما بيسلمش بسهولة، لازم حل سريع. لكن المشكلة إن نجاح عبور الجيش المصري للجانب الشرقي بيتوقف على الحماية اللي بيوفرها حائط الصواريخ المصري ضد محاولة تدخل الطيران الإسرائيلي، ومن غير الصواريخ ديت هتصبح مصر مكشوفة قدام الطيران الإسرائيلي. السادات قام بتكليف المشير محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي بأن هو يشوف مخرج للأزمة ديت. علي فهمي أعلن حالات الطوارئ، استعان بالأجهزة والمعامل الفنية جوه القوات المسلحة، لكن مع الأسف فشلت في حل المشكلة. قرر يستعين بالعلماء المدنيين وفي مقدمتهم علماء المركز القومي للبحوث. واحد من العلماء قال خلال الاجتماع ان في عالم شاب نشط جدا في المركز القومي للبحوث متخصص في المجال ده، سنه حوالي 35 سنة ودماغه مش عادية، احنا ممكن نستعين بيه. وخلال دقايق كانت عربية خاصة في طريقها لبيت العالم المصري الشاب الدكتور محمود يوسف سعادة، ووصلت الرسالة: انت مطلوب دلوقتي حالا لمقابلة مسؤولين كبار في الدولة. لبس بلا تردد وركب العربية، وخلال دقائق كان في مواجهة قيادات الجيش المصري. المشكلة خطيرة يا دكتور يوسف، والرئيس مهتم بالبحث عن حل وبيتابع الوضع بنفسه، تقدر تتصرف ازاي وتعمل ايه؟ يوسف سعادة اشتغل اسابيع طويلة ليل ونهار مع فريق بحث من المركز القومي للبحوث. المعمل بتاعه اتحول لورشة ميكانيكا، والورشة غرقانة بالزيت. بعدها وتحديدا في شهر يونيو 73، يعني قبل حرب اكتوبر باربع شهور، وصلت المكالمة: ايوة يا فندم، لقيت الحل. الدنيا اتكهربت، معقول الشاب ده يكون فعلا لقى الحل؟ المشير علي فهمي طلب من يوسف ان هو يحضر اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة. يوسف اخد عينة من الزيت اللي توصل له، وفوجئ بان الاجتماع حاضر فيه الرئيس انور السادات بنفسه. المشكلة فعلا كبيرة ومفيش وقت، وقرار الحرب متوقف على الحل. العالم المصري الشاب شرح فكرته واللي توصل له، وقال ان هو نجح في استخلاص 240 لتر وقود جديد صالح للاستخدام في
في صواريخ الدفاع الجوي. السادات ما كانش مصدق ان الشاب الصغير ده نجح في حل المشكلة. معقولة يكون فعلا تجربته نجحت؟ ما كانش فيه حد مصدق. امر اللواء علي فهم باجراء تجربة عملية على الزيت الجديد، وفعلا تم شحن صاروخ بالوقود الجديد اللي صنعه العالم المصري الشاب ونجحت التجربة. اللي حصل ان الدكتور يوسف سعادة قام بتفكيك شفرة مكونات الوقود وتوصل للمواد الخام الاساسية له والنسب المئوية من كل مادة، وعرف تركيبة الزيت، واشتغل على تقطير وتفكيك الزيت منتهي الصلاحية، وقام بتركيبه مرة تانية بالنسب المطلوبة. لحظة نجاح تجربة اطلاق الصاروخ بالوقود الجديد لا يمكن تتنسي، لان الحرب كلها كانت معتمدة على اللحظة دي. انور السادات لحظتها دار انبهاره بنجاح العالم الشاب، وبسرعة قام بتكليف اجهزة المخابرات العامة بان هي تجهز عينة من الزيت ده من دولة تانية غير روسيا، والهدف طبعا ان يوسف سعادة يقوم بتفكيك المواد الخام بتاعتها ويعرف مكوناتها ايه عشان يقوم بتركيب زيت جديد من الخامات المصرية الموجودة، واللي ينقص منها يتم استيراده فورا. وفعلا جت العينة وبدأت مصر في استيراد المواد الخام المطلوبة الناقصة، وانقلب المركز القومي للبحوث بالتعاون مع القوات المسلحة لخلية نحل شغالة 20 ساعة في اليوم، ونجح العلماء والعسكريين في انتاج 45 طن من وقود الصواريخ. وبكده اصبح الدفاع الجوي المصري جاهز لخوض المعركة الفاصلة، واللي حصل كان لطمة كبيرة للخبراء السوفيت اللي وقفوا مش مصدقين اللي حصل. وخاضت مصر حرب اكتوبر بالوقود اللي صنعه البطل المصري الدكتور محمود يوسف سعادة، واللي كرمه انور السادات بعد الحرب وحصل على جائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم والفنون تقديرا وتكريما له على مجهوده الكبير في انقاذ حرب اكتوبر 73 من الفشل. يوسف سعادة كان من اوائل العلماء المصريين اللي اشتغلوا في مجال الكيمياء الصناعية والموجات فوق الصوتية، وتوصل لحلول لأزمات كتيرة جدا كانت بتواجه الدولة المصرية في فترة من الفترات في مجال الزراعة، واللي هي كانت مشكلة الفئران الحقلية اللي كانت بتبلع المحاصيل الزراعية في مصر وتدمرها، وفشلت المبيدات الحشرية معاها. نجح يوسف سعادة في استخدام الموجات في التخلص منها. يوسف اتخرج من كلية الهندسة قسم كيمياء صناعية، وتجوز من بنت أستاذ التخطيط المصري الشهير اللي هو الدكتور سيد كريم، اللي بيرجع له الفضل في وضع التصميمات والتخطيط العمراني لمدن مصرية وعربية كتيرة جدا، زي بغداد الجديدة ودمشق الجديدة وأبو ظبي، وصاحب كمان مشروع تخطيط القاهرة الكبرى سنة 1952. وتوفى الدكتور يوسف سعادة سنة 2011، وشارك في تشييع جنازته عدد كبير من القيادات العسكرية المصرية وعدد كبير من العلماء، تقديرا لدوره في إنقاذ حرب أكتوبر 1973 من الفشل.